وكل سنه وانت طيب بمناسبه الاعياد الكتير اللي احنا فيها وبمناسبه عيد ميلادك. وانت طيبه يا بسنت، يعني مش انا بس بقى، كل سنه وكل المصريين طيبين، وكل سنه وكل المصريين بالف خير. ربنا يديم علينا الاعياد وايام الفرح والمحبه، يعني كل سنه وكل اخواتنا المسيحيين تحديدا بخير بمناسبه عيد القيامه المجيد. الاجواء امبارح بالليل كانت في الكنائس تحفه، كلها عيد، كلها فرح وكلها سلام. يمكن امبارح تحديدا شفنا الشوارع قد ايه كانت زحمه، مسلمين ومسيحيين، ما بين مسلمين خارجين من صلاه التهجد ومسيحيين خارجين من صلاه قداس عيد القيامه المجيد. وفي الحقيقه ما تعرفش تفرق مين دول، دول مصريين، وهو ده اللي احنا اتعودنا عليه. عمرنا ما كنا بنعرف يعني ايه مصري مسلم او مصري مسيحي، لا احنا كلنا يعني إخوة وشركاء في هذا الوطن تحديدا. يمكن بيجمعنا وطن واحد وبتجمعنا فرحة واحدة، أعياد المصريين بتبقى كلها واحد، ويمكن ده كمان اللي تعودنا عليه تحديدا آخر 3 سنين يعني فاتت، لأن 3 سنين اللي فاتوا بيتزامن فيها أعياد المسلمين مع أو أعياد المسلمين ورمضان تحديدا مع أعياد الأخوة المسيحيين. وسبحان الله، يعني هي دي إرادة ربنا اللي احنا بنحتفل بوقت واحد، ويمكن مش محتاجين تزامن أعياد كمان يا بسنت. حقيقي أعتقد إخواتنا المسيحيين بيحتفلوا بعيد الفطر المبارك معانا، وإحنا كذلك بنشاركهم شم النسيم بأكل الرنجة. عايزة أقول كمان برمضان يعني في السحور وفي الفطار. صحيح. انا اصحابي كل شويه يكلموني هنيجي نفطر عندك امتى، هنتسحر مع بعض امتى، وفعلا بننزل وبنستنى الحلويات الشرقيه بتاعت رمضان والحاجات دي زينا. فاحنا في الحقيقه بنعيش اجمل ايام السنه لانها كلها مليانه ببركه وخير، وكل سنه واحنا كلنا طيبين واخواتنا الاقباط بخير وصحه وسعاده. عيد سعيد على الجميع، يعني مفيش احلى من الاجواء اللي احنا بنعيشها دلوقتي، ايام كلها اعياد واجواء روحانيه. لانه خلي بالك النهارده الكنائس بتحتفل بقداس عيد القيامه، وفي نفس الوقت احنا في العشر الاواخر من شهر رمضان اللي بنتحرى فيها ليله القدر، واللي بتكون كلها بركه وخير واجواء ايمانيه. بكره ان شاء الله عيد شم النسيم اللي بيجمع المصريين كلهم، فكلنا هنحتفل مع بعض احتفالات كلها ان شاء الله. يا رب حياتنا تبقى مليانه باحتفالات، وكل يوم نبقى احنا كده ايه فرحانين ومبسوطين ومشاركين بعض في الاحتفالات دي. يعني بكره هيبقى في مشاركه في الاحتفالات دي بس انت تحديدا، رغم ان هو صيام، لكن هتلاقي اغلب بيوت المصريين بكرة بيتجمعوا على طبق الرنجة. أيوة. الكل صيام من الصيام هو خلاص، إخواتنا المسيحيين بيأكلوا رنجة، وهتلاقي المسلمين كمان بكرة بيفطروا رنجة. فهي فكرة زي ما أنت ما قلتي، في حالة من الود والمحبة هي اللي بتجمعنا ما بيننا وما بين يعني بعض في يعني شراكة هذا الوطن تحديدا. بنشوف المسلمين مع إخواتهم المسيحيين في الكنائس كمان في أجواء كلها ود وأخوة. المسلم بيكون حريص جدا على الذهاب للكنيسة وتهنئة يعني إخواتنا الأقباط بأعيادهم، وهو ده الحب اللي يعني يمكن ما فيش حالة من حالات الزيف فيه، ولا يمكن يعني نقدر اللي احنا نخبيه أو نجامل أو ننافق بعض بيه، لأنه هو بيكون واضح، اللي في القلب بيطلع، اللي في القلب بيوصل. وأعتقد ما فيش يعني أكتر أو أحسن من المناسبة دي تحديدا علشان يظهر فيها، أو في كل المناسبات تحديدا تظهر فيها حالة الحب وحالة المودة اللي ما بين يعني الطرفين تحديدا، لأن الكل بيفرح مع بعضه، والعيد بيكون عيدين في الوقت ده تحديدا من خلال تبادل الزيارات. ابدا ما حدش هيقدر يفرقنا، يعني في وقت من الاوقات كان في بعض قوى الشر كانت مصره اللي هي تقسم الوطن لمربعات عقائديه بقى، مفيش الكلام ده، وقفنا وكنا ليهم بالمرصاد عشان خاطر انا متهيألي الموضوع احنا بعيد قوي عن الحته دي، يعني الحمد لله احنا الحمد مش في اصلا مش في الحته دي، لانه احنا بقينا الموضوع بقى ثقافه اكتر ما هو الموضوع يعني هو اكيد ديني لكل من الطرفين، لكن هو برضو ثقافه مصريه. صحيح. اصيله. احنا يعني حقيقه احنا لما بنقول عيد شم النسيم هو يعني كل المصريين، لانه عيد مصري. لما احنا بنقول الكريسماس والنيو ييرز مش بنقعد نتكلم على او عيد راس السنه، ما بنقعدش نقول ده عيد المسيحيين لوحدهم، لا هو احنا كلنا بنحتفل بسنه جديده، كلنا عندنا اجواء بنعيشها، سواء في الشوارع بنلاقي الشوارع كلها متزينه بالانوار والبابا نويل والحاجات الحلوه قوي دي، وفي رمضان نفس الفكره بنلاقي كل الاماكن متزينه بالهلال وبرمضان كريم، وبنلاقي ان الطرفين عايزين يحتفلوا، الاثنين عايزين
ينبسطوا. فانا حاسه احنا بعيد قوي عن الحته دي، الحمد لله يا رب نفضل كده. ربنا يتقبل الصيام والصلاه والدعوات من الكل، ويديم علينا وحدتنا والمحبه اللي بتجمع قلوبنا كلنا كمصريين، ونعيش كده دايما ونكون اهل كرم واهل خير مع بعض. الجيران بتعيد على بعض، سواء المسلمين بيعادوا على المسيحيين والعكس. صحيح صحيح، في الاجواء اللي احنا فيها دي، وبنشوف يعني الشوارع المصريه زي ما كان عبد الصمد بيقول، كانت الناس اليومين اللي فاتوا كانت بتنزل عشان تشتري لبس العيد، وما تبقاش عارف انت عيد ايه. يعني احنا بنتكلم النهارده على عيد ايه، العيد الفطر ولا عيد القيام المجيد. احنا بنتكلم على ايه بالظبط؟ لا انت شايف مصري في الشارع، انت هنا ما بتفرقش، وده اهم حاجه. الحمد لله ان احنا بعيد كل البعد عن الحاجات اللي اهل الشر كانوا عايزين يعملوها. كل سنه واحنا طيبين، كل سنه واحنا بنحتفل كل عيد واحنا بالف خير، ويا رب يا رب يا رب يعوضنا خير عن اي حاجه شفناها قبل كده، والايام الجايه كلها تبقى اعياد. واحنا في صباح الخير يا مصر بنحتفل مع حضراتكم بالايام المباركه اللي احنا فيها. ربنا يتقبل صالح الاعمال. كل سنه وحضراتكم بالف خير، واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم.